مع شخصية أبرام، واليوم بمحطتنا مع الكلمة رح نشوف أهمية الصلاة والتمييز قبل أخذ أي قرار، حتى نتائج قراراتنا ما تكون سلبية لا علينا ولا على غيرنا، ولكن تكون مباركة نتبارك منا ونبارك الآخرين من خلالنا. أخوتي، حنتعلم أنا وياكم اليوم طلب سارة من أبرام قدي كان غريب. لازم نمتحن الأشياء قبل ما ناخد قراراتنا. سارة بعاطفتها وناطرة تحقيق الوعد، فقررت، لأن كانت كبيرة بالعمر، قررت أنها تخلي أبرام يدخل على الجارية تبعها هاجر لحتى يجيب لها أولاد منه. ليه؟ لأنه الرب وعد هذا الشيء، واعتقدت أنه هي بهيدي الخطوة ممكن تساعد لحتى وعد الرب يتحقق. ولكن الرب كان قايل لأبرام وعلى مسمع سارة أنه الوعد حيتحقق منها هي مش من جاريتها. أوقات كتيرة مناخد قرارات ومنتسرع بقراراتنا، والمشكلة الأكبر أنه الشخص اللي مقابلنا كمان بيوقع بنفس الخطأ. ربنا قالنا امتحنوا الأشياء قبل ما ناخد أي قرار. مفروض فينا نقعد مع الرب، نصلي ونرجع نذكره بوعوده ونطلب منه حتى يمشي لنا الأمور حسب ما نحن منفهم، حسب مقدورنا للفهم، لأن أوقات كتيرة ما منقدر نستوعب مطلب الرب بحياتنا. بسفر التكوين فصل 16 الآية 2، سارة بتقول لأبرام: هو ذا الرب قد حرمني من الولادة، فادخل عليها لعلني أرزق منها بنين. طلب كتير غريب، ولكن أبرام ما وقف هون. دخل على هاجر وجعلها امرأة لإله وحبلت منه، وكانت النتيجة أنه هاجر جابت إسماعيل، وهيدا الولد هو من إرادة بشرية جسدية مش من إرادة الرب. ولكن الرب ضل أمين، ضل على وعده أمين، ونطر لحتى سارة قبلت هيدا الوعد لرجعت جابت لنا إسحاق ابن الوعد، يلي هو الابن بالروح مش بالجسد. اللي لازم نتعلمه أنا وياكن إنه نقعد مع الرب ونشوف كلمته شو بدها منا. والله معكم.